hareketler inşallah. Harikasın Artuk Üniversitesi. Hazır. صحيح يعني هي لحظة كنت دائما منذ دخلنا الجامعات بسوريا وطبعا بسبب هذا النظام المجرم وسياسته ما حسن نتابع فمثل بتعرفوا كان مجرد تكون أنت عايش أو تابع أو هويتك نفوسك يرجع لأحد المناطق اللي خاضعة لفصائل المعارضة كانت هي بحد ذاتها تهمي حتى يعتقلوا واضطريت أترك الدراسة بالجامعة وأتيت إلى تركيا والتحقت بالجامعات فدائما كنا نحلم بهذه اللحظة والحمد لله أنه عشنا هذه اللحظة بالنهاية أنا طالب وأعمل في نفس الوقت وعندي ومتزوج وعندي طفلة وعندي أسرة بالنسبة لتفوقي الآن هو بالنسبة لي ليس حالة جديدة أو طفرة فهذا كان ديدني منذ كنت طالب بكلية حقوق بجامعة حلب بالسنة الأولى والسنة الثانية بسنة 2010 و2011 كنت دائما أيضا الأول على كلية حقوق بجامعة حلب فهذا يعني ليس طارئ علي وإنما كان هذا ديدني خلال مسيرتي العلمية كاملة حتى اللحظة طبعا نجاحي وتفوقي هذا الفضل فيه وبعد الله سبحانه وتعالى ليس لجهدي الشخصي فقط 100% فبالعكس كل من ساندني وقف إلى جانبي هم شركائي في هذا النجاح لذلك أود أن أستغل هذه الفرصة عبر منصتكم أهدي نجاحي بداية لأمي الحبيبة اللي هي دائما كانت تحرسني وتشجعني بدعوات تحميني بدعواتها الطيبة الجميلة بالإضافة لزوجتي الغالية اللي كانت دائما سندي ووقفت إلى جانبي جدا في خلال مسيرتي الجامعية بالإضافة لأخواني وأصدقائي الأوفياء اللي شجعوني دائما ووقفوا بجانبي ودعموني لذة النجاح والتفوق يعني كفيلة بأنه تنسيك كل الصعوبات والمشاكل اللي واجهتها خلال مسيرتك في الجامعة نعم